الاستاذ شريف فؤاد مثلا في النادي الاهلي, راجل محترم جدا. متحدث رسمي لكن تقريبا داخل المجلس مش للاعلام, او كان داخل النادي مش للاعلام. فالازمه ديت ممكن تتحل خلال الفتره اللي جايه, ممكن نلاقي لها حل خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ انا شايف ان المشكله الرئيسيه في نفس السياق اللي انت بتقوله ده, هي فكره انه الصوره النمطيه لاتحاد الكرة عند الجمهور, عند الكل, عند اي منتمي للكره المصريه, انه اتحاد الكرة كذاب, ان اتحاد الكرة غير صادق, بيقول لنا نص المعلومه وفي الاعادات بيكون عامل كل حاجه وفي الاخر يروح مفاجئنا بقرار نساله ايه الشرح ما يشرحش. فدي الصوره اللي بقت شكل اتحاد الكرة, اول ما تشوف صورته تلاقي الناس بصاله بهجوم بانتقاد بتحفز. فأنا شايف أنه مسؤولية أي اتحاد عايز أنه يطور هي أنه يكون صادق وعنده من الشفافية ما على الأقل يخلي الناس متقبلة لأنها تسمع. تبقى أنت عندك أخبار تقولها, عندك معلومات حقيقية تقولها, تبقى ما تسربش معلومات بل تقول بيانات, ما تقولش, لأنك حتى لما يطلع بيانات مؤخرا كان في بيانات بتحس أنه أيوة فين بقى الإجابة, فين الإجابة. أنت كده حشيت كم حيث وأشار وقال وأكد, أيوة فين بقى المعلومة اللي احنا عايزين الناس مستنياها. هي غياب الصدق هو اللي بيؤدي إلى أن الناس ما تبقاش متقبلة طبعا, فبالتالي ده بيكون جزء منه اللي انت بتتكلم فيه. الصدق ولا المواجهة؟ الاثنين. الشفافية, الشفافية بقى بتشمل ده كله, صدق ومواجهة وقدرة والاعتراف بالغلط لو انت غلطت. انت عندك حاجات عالقة بقى لها سنوات ما تحددش مصيرها, اخرها كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت. حتى لو يكلموا بتحس انهم مكسوفين وبيقولوا ايه صعب مش اكيد. هو اول لما الاهلي يبقى هيقابل بيراميدز تلاقي كل حاجه بتتجمع, يعني ما تعرفش بقى الكاس بيروح فين. طيب؟ ما اعرفش يعني. طبعا بشوف اراء جماهيريه كتيره في الصين.